اسمعوني منيح بهالفيديو، لانه رح احكي عن احد اهم قصص نجاح الشركات الناشئه السعوديه يلي هي الهانجر ستيشن، منصه توصيل الطعام عبر الانترنت يلي انشاها ابراهيم الجاسم بال 2012 كشركه ناشئه صغيره بمنطقه الشرقيه، لتنتقل من بعدها للرياض ولتصير وحده من اهم الشركات السعوديه والاكثر ربحا. خلينا نشوف شو الاستراتيجية التسويقية اللي استعملتها هانجر ستيشن لوصلت لهم. تميزت استراتيجية الهانجر ستيشن بست نقاط. أولا، التعاون مع سلسلة كبيرة من المطاعم الشعبية المحلية يلي عادة ما كان عندها توصيل، من ما أعطاهم ميزة تنافسية عن المنافسين، ومن ما سهل وحمس مستعملين هالتطبيق لاستعماله ولا انتشاره. ثانيا، توطين المواد التسويقية. فهانجر ستيشن عرفت كيف تتعامل مع المواد التسويقية لتتوافق مع السوق السعودي، فعبر استعمال اللغة العربية، عبر استعمال مرئيات تتوافق مع العادات والتقاليد السعودية. ثالثا، العروضات الترويجية والخصومات. فبما انه الهانجر ستيشن عندها اتفاقات وشركات مع عدد كبير من المطاعم المحلية، خليها تاخد منهم خصومات خاصة تقدر تقدمها للزبائن تبعها، من ما اعطاها ميزة تنافسية اضافية. رابعا، التعامل مع المؤثرين. فصناعة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة كتير بالمملكة العربية السعودية، من ما خلى الهانجر ستيشن تعرف تستفيد من هالميزة لتقدر تسوي الخدمات تبعها. خامسا، الاستفادة الصحيحة من وسائل التواصل الاجتماعي. فهانجر ستيشن مع الوقت قدرت تتعلمي كيف تستفيد من هالوسائل التواصل الاجتماعي لتقدر تروج خدماتها وعلامتها التجارية. سادسا، رعاية الأحداث المحلية. فهانجر ستيشن دايما منشوف اسمها برافق الأحداث المهمة اللي بتصير بالمملكة العربية السعودية، من ما خليها تكتسب شهرة كبيرة وتكتسب هوية محلية كبيرة. بالأخير بنقدر نقول انه الهانجر ستيشن اليوم بتمثل مثال رائع لشركة سعودية ناشئة حققت نجاح كبير عن طريق تحديد الصحيح لحاجات السوق وإنشاء حلول صحيحة وقابلة للتطوير وإنشاء استراتيجية نمو فعالة. أنا جو غنطوس، المتخصص بالتخطيط الاستراتيجي والتسويق الرقمي، يلي بحب هالنوع من المحتوى يعمل فولو للأكاونت ولايك وريبوست للمحتوى. شكرا.